نحن هالك كلنا جيش دوني المشوق وبالسيف الوريع. كفو طول العمار. يقول بسم الإله بنبتدي قاف نيساك من خاطر مخلص وناصح للصديق اللي تساهل في كلامه بالطلاق واصبح يغني به على جال الطريق. واقول وين العقل والله ما يطاق الفعل ذا استهتار بالمعنى الدقيق تعزم وتهدي بالطلاق وبالفراق ما كن لك زوجه لها قلب الرقيق جننتها باسلوب كل منه ضاق صدر البعيد وصدرها ولا حريق غير انك تعظم بفعلك ذا الطلاق على اليمين وصرت في ذنبك غريق اعقل وتب لله ولا تنسى الوثاق بينك وبين اهلك ترى العهد الوثيق ما هو بلعب اصحى ترى باب الشقاق ابليس له فاتح بمثلك لا يضيق هذا النصيحة اهلك واللي راين غلاق في اللي يطلق دائما عقله رقيق يجلد ويتغرم بحكم واتفاق من المشايخ لين صاحب نايفيك هذا النصايح للرجال وفي السياق بنصح نسانا نصح من أخ شقيق خلوا المشاكل كلها جل ودقاق مع الرجال وفكروا فكر عميق قبل الطلاق اللي عليه أصبح سباق من ناقصات العقل والله ما نطيق شوف الأسر تنهار ويموت الوفاق في المجتمع والله هذا ما يليق في المسلم وفي المسلمة ما له خلاق من هد صرح الأسرة وباع الرفيق من كان منكم كان يا ناس الطلاق انهوه في هذا وفي هذا الفريق انهوه في هذا وفي ذاك الفريق تمت وعد لي على السبع الطباق صلوا على المختار بلسان طليق وسلامتكم وطولة أعماركم بيض الله ولو أنا عايش جو الحالي.